النساء السلاليات بين القانون والعرف، موضوع لقاء نظمته الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب السادس من دجنبر الجاري بالرباط في إطار الاحتفاء بما حققته النساء السلاليات. اللقاء ديال اليوم تيجمع السلاليات والجمعية الديمقراطية للنساء المغرب وتيجمع جميع الهيئات والأشخاص اللي كانوا في هذا الملف، كانوا تيشتغلوا في هذا الملف. دونك في هذا اللقاء غادي نتذكروا به 16 سنة ديال المراحل اللي دازت منهم نساء السلاليات باش تناضل على حقها، باش يمكن لها هي بحالها بحال الراجل يكون عندها الحق في الارض، حيت كما عرفتوا قبل من 2019 ما كانش عندها الحق في الارض. وفي عام 2019 تم تعزيز مكتسبات هذا الملف بإصدار إطار قانوني وتنظيمي جديد، وهو القانون رقم 6217 الذي ينص على حق النساء السلاليات في الاستفادة من ممتلكات الجماعة التي ينتمين إليها والانضمام إلى هياكلها الإدارية. الحمد لله من بعد 17 عام ديال النضال من كل السلاليات، سواء النساء السلاليات الغربويات او السلاليات الاطلسيات او السلاليات السوسيات والشرقيات، يعني من كل سلاليه مغربيه حققنا مكتسبات كثيره، اللي منها قانون اللي خرج في 2019 اللي عطى الحق للمراه بالمساواه بحالها بحال الراجل، وهذا كان يعني إنجاز اللي حققته المرأة السلالية في المغرب وإنجاز لكل سلالية وكل مرأة مغربية. هذه القوة وهذه الإرادة ديالهم. وتشكل الأراضي الجماعية نسبة مهمة من الرصيد العقاري في التراب الوطني، إذ تقدر بما يناهز 15 مليون هكتار موزعة على 4631 جماعة في 48 إقليما، ويقدر عدد السكان القاطنين بهذه الأراضي بحوالي 10 ملايين شخص، نصفهم من النساء.